وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه. العلم النافع هو الذي يبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه. هذا الكلام الذي يقوله رحمه الله تعالى يفهم منه أن العلم فيه ما هو نافع وفيه ما هو غير نافع، ولكن يبدو أن هذا الذي يبدو من كلام الشيخ ابن عطاء الله ليس مرادا، ذلك لأننا نعلم كما ذكر العلماء جميعا أن العلم أيا كان نوعه نافع وليس ضارا، وليس في العلم ما يمكن أن يعد بحد ذاته ما يمكن أن يعد ضارا، لأن العلم ماذا يعني؟ إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، هذا هو العلم، أن تدرك الشيء أيا كان على ما هو عليه وبدليل. أي شيء إذا أدركته من أمور الكون إدراكا صحيحا فإنه يغدو دليلا على وجود الصانع سبحانه وتعالى. أيا كان هذا العلم وأيا كانت المسألة التي عرفتها، إذن العلم بحد ذاته نافع دائما. قد يقول فينا قائل إن من العلوم ما حذر منه الشارع جل جلاله كالسحر كالتنجيم، وقد ذكرنا في دروس مضت في شرح رياض الصالحين أن هذه العلوم ضارة. الواقع أننا نخطئ عندما نسميها علوما، فالسحر ليس علما والتنجيم ليس علما والكتاب على الرمال أيضا ليست علما، هذه كلها عبارة عن مخرقة وتدجيل. وإن كان هنالك من يطلق على السحر اسم العلم فالخطأ في التسمية، السحر ليس علما. وإن كان هنالك من يطلق على التنجيم اسم العلم فالخطأ أيضا في التسمية، تنجيم ليست علما. إذن العلم بحد ذاته نافع وليس ضارا، ولكن سنعلم ماذا يعنيه الإمام ابن عطاء الله السكندري في هذا التقسيم، الآن سيتبين لنا ذلك. إذن العلم كله أيا كان نافع، ولكن العلوم المختلفة تتفاوت فائدتها ويتفاوت نفعها حسب مدى حاجة المجتمع إليها. فنحن نقول هذا علم شرعي وهذا علم دنيوي، هذه التسمية لا تشكل يعني مقياس للعلم المطلوب وللعلم غير المطلوب، لا، ربما كان عنوان العلم علم شريعة ولكنه في الواقع ونفس الأمر وفي البلدة التي أنت فيها أو المجتمع الذي أنت فيه المجتمع ليس بحاجة إليه، وربما كان عنوان العلم أنه علم دنيوي كالطب كالفلك كالفيزياء كالكيمياء كعلم طبقات الأرض كالهندسة إلى آخر ما هنالك،
ولكن نظرا إلى أن المجتمع يحتاج إليه يأخذ الشكل الشرعي. فالعلوم تتفاوت لا من حيث عناوينها، تنظر إلى عنوان العلوم الشرعية وما تحتها تقول هذه العلوم مقدمة على غيرها، وتنظر إلى قائمة العلوم التي نسميها الكونية أو الدنيوية فتقول وهذه العلوم مفضولة وليست فاضلة. هذا التقسيم بهذا الشكل خطأ. هذه العلوم كلها عندما تريد أن تعلم مدى تفاوتها وكيف يتفاوت بعضها على بعض فيكون بعضها يقف في الدرجة العليا وبعضها في الدرجة الوسطى وبعضها في الدرجة الدنيا، تنظر إلى شيئين. الشيء الأول مدى حاجة المجتمع إليه، الشيء الثاني القصد الذي يدفعك إلى هذا العلم. بناء على هذين المقياسين ممكن أن نقسم العلوم إلى مفيدة وإلى غير مفيدة، وممكن أن نقسم العلوم أيضا إلى ما هو واجب عيني وإلى ما هو واجب كفائي. مجتمع بحاجة ماسة إلى الكم الذي لا بد منه من الأطباء، ولكن هذا الكم غير موجود. طيب، إذن يجب أن يوجد هذا الكم الذي يسد مسد الحاجة في هذا المجتمع. وإذا جاءنا من يقول أنا سأختار دراسة الشريعة الإسلامية، طبعا هو يعلم أموره التي ينبغي أن يعلمها لخاصة نفسه، يعلم كيف يصلي، كيف يتطهر، كيف يصوم، كيف إن كان يمارس عملا دنيويا كيف يمارس هذا العمل الدنيوي، يعلم هذا كله. ثم إنه أراد أن يتخصص، قال أنا أريد أن أتخصص في الشريعة، نقول له أنت أخطأت. الأولى من العلوم بالنسبة لهذا المجتمع الذي أنت فيه أن تدرس الطب. دراسة الطب أصبحت في هذه الحالة واجبة. الفرض الكفائي، ما معنى الفرض الكفائي؟ هو الذي إذا قام به بعض يسد مسد الحاجة سقطت المسؤولية عن الباقي، لكن إذا لم يقم به بعض يسد كمه كميته مسد الحاجة فالكل آثمون. في حين أن هنالك مثلا علماء كثيرون يعرفون علوم الشريعة الإسلامية وهم يسدون مسد الحاجة. إذن نحن ما ينبغي أن ننظر إلى تفاوت العلوم من حيث عناوينها، لا، وإنما ننظر إلى تفاوت العلوم من حيث الحاجة الاجتماعية إليها، وميزان الحاجة إنما هو دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أقوله ربما يظن بعض يعني الذين يعني تضيق نظراتهم عن التأمل في الحاجة الاجتماعية، ربما يتصورون أن في هذا شيء من التطرف. لا لا، هذا الكلام الذي أقوله قاله قبل كل العلماء، وفي مقدمتهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وأحب أن أنقل لكم نص الكلام الذي يقوله الإمام الغزالي لتجدوا دقة هذا الإمام وسعة تقديره ونظرته الواسعة. انظروا إلى قوله، وهو كلام موجود في كتابه المعروف إحياء علوم الدين. يقول: كم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة، ثم لا ترى أحدا يشتغل بالطب، ويتهافتون
على علم الفقه، لا سيما الخلافيات والجدليات، والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع. فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال بفرض كفاية قد قام به جماعة، وكيف يرخصون إهمال ما لا قائم به وهو علم الطب مثلا. هل لهذا سبب إلا أن الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تولي الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام؟ دراسة الطب ما في من وراها فائدة دنيوية. أعيد، هل لهذا سبب إلا أن الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تولي الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد القضاء والحكومة والتقدم به على الأقران والتسلط به على الأعداء؟ أي أن إقبالهم على الفقه والشريعة ليس لله ولكنه لهذه الفوائد الدنيوية. هيهات هيهات، قد اندرس علم الدين بتلبيس علماء السوء، فالله تعالى المستعان وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان. هذا كلام من أيها الإخوة؟ كلام الإمام الغزالي، الشيخ الغزالي في هذا العصر، لا حجة الإسلام الغزالي الذي كان قبل أكثر من 6 قرون. نعم، انظروا إلى دقة تأمله وسعة نظرته. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العلوم الشرعية لا ينبغي أن تتعرف عليها من خلال عناوينها، وإنما تتعرف عليها من خلال حاجة المجتمع إليها. فإذا كان المجتمع بحاجة ماسة إلى الطب، فالطب أصبح علما شرعيا، وإذا كان المجتمع بحاجة إلى دراسة الهندسة، فدراسة الهندسة أصبحت إذن علما شرعيا. وإذا وجدت أن دراسة الفقه الإسلامي وعلم الخلافيات وما إلى ذلك، المجتمع كما يقول محشو بالعلماء الذين يعرفون هذه الأشياء، وجاء من يدرسها لينافسهم ولينال رتبة فيما بينهم، هذا يسمى علم الدنيا، لا يسمى علم الشريعة. نعم، الآن نحن أدركنا شيء مما يريد أن يقوله لنا ابن عطاء الله السكندري عندما فرق لنا بين العلم النافع والعلم غير النافع. العلوم كلها بحد ذاتها نافعة، لكنك أنت بسوء قصدك تجعلها غير نافعة، أو بحسن قصدك تجعلها نافعة. كيف السبيل الآن إلى أن لا أقبل من العلوم إلا على ما هو نافع، ولا أعرض عن شيء من العلوم إلا إذا كان غير نافع؟ شيء واحد، هو أن يكون قصدي ومبتغاي في العلوم التي أتعلمها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يكون هذا هو القصد، فكل العلوم التي أعكف على دراستها نافعة. وإذا كان الأمر على خلاف ذلك، أدرس الطب، الفن، الهندسة، العلوم المختلفة، الكيمياء، الفيزياء، من أجل المال، من أجل الفوائد الدنيوية، فالواقع أنت تراوح في مكانك وأنت تمارس علما غير نافع. هذه الحقيقة.
والإمام ابن عطاء الله يريد منا أن نحرر قصودنا عندما نريد أن نقبل إلى أي علم من العلوم. حرر قصدك واجعل الهدف من ما تريد أن تتعلمه أن يزيدك هذا العلم معرفة بالله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قدم الفرض العيني على الفرض الكفائي، هذا أول شيء. ثم الفروض الكفائية، إذا وجدت أن المجتمع قد أشبع بها انتهت المشكلة، ارتفعت المسؤولية عن الأفراد كلهم. وإذا وجدت هذا المجتمع لم تتحقق حاجته التامة منها، فاعلم أن المجتمع كله لا يزال يتحمل هذه المسؤولية. إذا أدركت هذا الأمر، أدركت الفرق بين الفرض الكفائي والفرض العيني وموقف المجتمع من الفرض الكفائي، ثم إذا عدت إلى نفسك فحررت القصد من العلم الذي تريد أن تعكف عليه وجعلت هدفك من ذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فسوف تعلم ما هو العلم النافع وما هو العلم الضار، على أن العلوم كلها بحد ذاتها نافعة، لكن مثل السلاح، السلاح نافع لا شك في ذلك، لأنه يحمي الإنسان من العدوان، يحميه من ما يمكن أن يسيء إليه، لكن هذا السلاح يتحول إلى شيء ضار، سبب لجريمة شنعاء بسوء القصد، ويتحول إلى أداة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسن القصد. العلم كذلك. المهم أنك إذا أردت أن تتجه إلى العلم أيا كان هذا العلم، اجعل قصدك من وراء ذلك التقرب إلى الله، عندئذ تصبح العلوم كلها علوم شرعية كلها. نعم، وأنا ذكرت لكم مرة وكتبت في بعض ما كتبت كلاما قاله لوالدي رحمه الله، وانطبع هذا الكلام الحقيقة في أعماق نفسي، ولم يكن عمري يزيد على 15 أو ربما 16 عاما عندما أخذ بيدي وسجلني في أول مدرسة شرعية في هذه البلدة. قال لي: لو عرفت أن الوصول إلى الله عز وجل إنما يكون بكسح القمامة من الأرض لجعلتك زبالا، ولكني نظرت فوجدت أن سبيل الوصول إلى الله هو العلم، ولذا فقد وجهتك إلى هذا الطريق. محل الشاهد هنا، الآن أريد منك أن لا تدرس العلم من أجل وظيفة، أن لا تدرس العلم من أجل شهادة، أن لا تدرس العلم من أجل قيادة، من أجل منافسة الأقران، وإنما تدرسه من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. الواقع إذا التزم الإنسان بهذا الأمر، فإن درس الطب فهو يتقرب به إلى الله، إن درس الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الهندسة، الفلك، كل العلوم، لأن العلم ماذا يصنع؟ يكشف النقاب عن الحقيقة، وحقيقة الكون الكبرى ما هي؟ هي الله سبحانه، حقيقة الحقائق، لا شك في هذا ولا ريب. هنا الآن نصل إلى ما يعنيه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله عندما يقول: العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه. النافع، عرفنا الآن ما هو العلم النافع، ذلك العلم الذي تدرسه بدافعين اثنين: الأول القصد، وهو أن يكون قصدك منه أن تزداد معرفة بالله
ومن ثم تعظيما لله وحبا له. الشيء الثاني أن تفرق بين ما هو فرض عيني وبين ما هو فرض كفائي، وأن تنظر إلى ما هو فرض كفائي هل أشبع المجتمع به أم لم يشبع المجتمع به بعد. الآن تستطيع أن تعلم العلم النافع على هذين الأساسين فتسلك، وأن تعرف العلم الضار فتبتعد منه. ضرره ونفعه لم يأتي من ذاته، ولكن جاء من القصد الذي ينبغي أن يكون بين جوانحك. فإذا سلكت بناء على هذين الميزانين، على هذين المقياسين أو الدافعين، سلكت الطريق إلى العلم، كل العلوم عندئذ ستصبح نافعة. هذا العلم النافع ماذا يصنع بك؟ أولا ينبسط على عواطفك وعلى قلبك منه شعاع يزيدك تعظيما لله ويزيدك حبا لله سبحانه وتعالى، ويتسرب منه إلى عقلك برهان يزيدك معرفة بالله سبحانه وتعالى، ويزيدك علما بوجوده وبوحدانيته. هذا من آثار العلم النافع. ماذا يصنع العلم النافع؟ يؤثر عليك من جانبين اثنين. الجانب الأول أنه يسري تأثيره إلى عقلك فيزيح المشكلات والشبهات التي كانت تزجك في الشك من وجود الله، من معرفة الله. العلم ماذا يصنع؟ يزيل هذه الريب، يزيل هذه الشكوك. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني أنه ينبسط نور من هذا العلم الذي تدرسه، ينبسط على قلبك يعني على عواطفك، فيزيدك تعظيما لله، يزيدك حبا لله سبحانه وتعالى. المعرفة تكون في العقل، والعاطفة تكون في القلب، وكلاهما يأتيان من العلم النافع. هل نعني بهذا علم الشريعة؟ لا، نعني بهذا أي علم. عندما تندفع إلى هذا العلم بهذين الدافعين اللذين ذكرناهما الآن، فأنت إذن تدرس العلم الديني الذي يقربك إلى الله. والدليل على ذلك هذان الأثران اللذان يتحققان من دراستك لهما. ينبسط على القلب شعاع التعظيم لله سبحانه وتعالى والحب له، وينبسط منه على العقل دلائل وحدانية الله ووجود الله سبحانه وتعالى، وإزالة الغشاوات والحجب التي كانت تجعلك ترتاب في وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. لاحظوا أيها الإخوة مصداق هذا الذي نقول. هذا الإنسان عندما يدرس الفلك، عندما يدرس الطب، عندما يدرس أي علم من العلوم الكونية، يجد نفسه وجها لوجه أمام الحقيقة التي يعلن عنها كتاب الله عز وجل القائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا العالم يصبح يفقه تسبيحه، لا يفقهه بأذن تسمع، ولكنه يفقهه بعلم دخل إلى عقله. فأنت عندما تدرس الطب، الفلك، الجيولوجيا، الكيمياء، الفيزياء، أي علم من العلوم، علوم كونية، يكشف لك هذا العلم عن معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومثل هذا قول الله سبحانه وتعالى: كل قد علم صلاته. كل شيء في الكون يعني طبعا
هذا الذي يدرس في مخبره يكشف عن الخلايا الحيوانية وغير الحيوانية وغيرها، ماذا يرى؟ يرى أدق 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 جزيئات الكون عاكف على وظيفة، عاكف على وظيفة لا يتعداها ولا يتجاوز عنها قيد شعرة. يجد نفسه أمام قول الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطاه مظهره الذي تراه العين ثم هداه إلى وظيفته التي هو قائم عليها وعاكف عليها. نعم، العالم يصل إلى هذا، لكن متى يدرك هذا الإنسان الذي يقف في مخبره أو في مكتبه يدرس هذه العلوم الكونية؟ عندما يتحقق بهذين المقياسين، أولا لا يبتغي بعلمه إلا مرضات الله، ثانيا ينظر إلى مقياس فرض العين والفرض الكفائي في الكون. نعم، وكم من إنسان وصل إلى الله وعاش معنى وحدة الشهود لا من خلال تلاوة أحاديث ولا من خلال الإكثار من قراءة القرآن، ولكن من خلال العلوم الكونية، لأنه رأى في صفحة هذا الكون مظاهر قول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذا درس علم الحياة الحيوانية، إذا درس نعم ككثير من الناس أصنافا من الحيوانات، النحل، النمل، الطيور، الحيوانات البحرية المختلفة، ماذا يرى؟ يرى فيها هذه المظاهر التي أقولها لكم، ويزداد كلما أمعن وكلما أوغل في هذه العلوم يزداد رؤية لله، لكن لا بعينه وإنما ببصيرته. لكن إذا كان العكس، إذا كان همه من العلوم التي يدرسها أن يشار إليه بالبناء، أن ينال حظوة، أن ينال أموالا، أن يصل إلى كنوز، أن يعني يصل إلى وظيفة معينة دنيوية، أن يسابق وينافس الأقران، هذه الأمور الدنيوية، فقد يدرس هذه العلوم دون أن يشعر أنها تقربه إلى الله أبدا أبدا. وربما العكس، نعم، بل تزيده بعدا عن الله سبحانه وتعالى. وأن تلاحظوا أيها الإخوة، كثيرا ما يقف أستاذ مثلا في كلية الطب يدرس طلابه الطب، والطلاب يسمعون، لسوء حظ هذا المدرس محجوب عن الله، يدرس هذا العلم من أجل المال، من أجل الفائدة، من أجل حظه، من أجل أي من شيء، مغانم دنيوية، لكن في الطلاب من يسمع وهو صافي القلب عن الشوائب، فيلفت هذا الذي يسمعه إلى معنى قول الله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يرفع أحد طلاب إصبعه يقول ألا ترى يا أستاذ كيف أن هذه الحقيقة التي تبصرنا بها وتعلمنا إياها تضعنا أمام عظمة الله، أمام الدليل الباهر على وجود الله؟ ماذا يقول هذا الإنسان الذي لم يتمتع بهذين الدافعين الذي قلت لكم؟ يقول له نحن نتحدث في العلم ولسنا بصدد المواعظ ولسنا بصدد الحديث عن الدين. كم وكم وقع هذا؟ نعم، هذا العلم بالنسبة له ليس نافعا كما يقول ابن عطاء الله، بالنسبة له ليس نافعا، لكن بالنسبة للطالب الذي تلقى هذا العلم نافع ومقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، بل أقول لكم كثيرا ما في عهود سبقت
نعم، وأعتقد أننا تحررنا منها. كان أستاذ العلوم يمكن في الثانوي أو في الجامعة يربط في بعض الأحيان بين الحقائق العلمية التي يبصر طلابه بها وبين دلائلها على عظمة الله، على وحدانية الله التي تنطق بوجود الله عز وجل. يأتي من يكتب تقرير في حقه أن هذا الإنسان بدلا من أن يقوم بوظيفته في تدريس مادة كذا وكذا يتحول إلى أستاذ دين، وربما نعم حول عن وظيفته وربما نقل وربما أسيء إليه إلى كذا. لاحظ، نعم، لكن العلم ليس كذلك. العلم المراد منه أن يوصلك إلى النتائج، في هذه الحالة كل العلوم مفيدة، لكن سوء القصد يجعل من أقدس العلوم علما غير نافع. طيب، إذن علوم الكونية ماذا تصنع؟ تثير في الذهن حقيقة معنى قول الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني يجعلك تدرك أن أصغر جزيئة في الكون تقوم بوظيفة لا تخرج عن وظيفتها مثقال ذرة أبدا. شيء غريب هذا الأمر. نعم، لكن إذا كان الهدف الدنيا اترك العلوم الدينية، العلوم الدنيوية، يدرس الشريعة، يدرس الفقه، يدرس التفسير، يدرس الحديث، نعم، يدرس ذلك كله بدافع من الرغبة في حظوة، الرغبة في منافسة الآخرين، الرغبة في وظيفة، الرغبة في أن ينال مركزا، في أن ينال ذخرا ماليا، إلى آخر ما هنالك. حقيقة هو يدرس تفسير، هل يقربه هذا إلى الله؟ لا يقربه إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك أننا في كثير من الأحيان نجد من يجلس ساعة والساعتين ليبحث في دلائل الآيات القرآنية على الأحكام والنحي البلاغية والإعجازية وما إلى ذلك، ويدخل وقت الصلاة ويمر وقت الصلاة وهو تائه عن هذا، هو في علم لكن عم يدرس تفسير. طيب لماذا لا تقوم إلى الصلاة؟ كثيرا ما رؤية أناس من هذا القبيل يسهرون الليل، يساهرون الليل في دراسة العلوم الدينية، ثم ينام الواحد منهم يستسلم لرقاد ثقيل تفوته صلاة الصبح. يقول له يا أخي تركت صلاة الصبح، لكننا مشغولين بشيء أهم من صلاة الصبح. هذا من حيث المظهر علم دين، لكن هل هو علم نافع؟ ليس علما نافعا، هو يحجب عن الله ولا يقرب إلى الله. ليست العبرة بقال الله وقال رسول الله، إنما العبرة بالدافع الذي يدفعك إلى معرفة قال الله وقال رسول الله. هنالك كثيرون يدرسون اليوم القرآن تفسير، يدرسون الحديث، يدرسون الفقه، لكنهم يدرسون ذلك كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يفتحوا الأبواب والنوافذ للخروج عن أوامر الله عز وجل بطريقة لبيقة. يدرسون لكن لا من أجل أن ينضبطوا بأوامر الله، وإنما من أجل أن يماحكوا ويجادلوا ويزجوا المجتمع، إما فيما يسمى بالقراءة المعاصرة أو الحداثة أو تجديد الدين أو إلى آخر هذه الكلمات التي تسمعونها، يعني تماما كما يتعلم المستشرقون القرآن أو كما يتعلم المستشرقون العقائد. الشيء الذي يدرس علم ديني، لكن هل هو نافع لهؤلاء الناس؟ العكس، هو حجة عليهم غدا يوم القيامة، وهو عنوان الجرائم التي ارتكبوها. نعم، علوم الشريعة أيها الإخوة ليست
أكثر من نصوص كما يقول الإمام الشاطبي. ومن أراد أن يعبث بالشريعة فما أيسر عليه أن يفعل ذلك عندما يعبث بالنصوص، بالنصوص يتلاعب بالنصوص ويختلق وسائل غير شرعية لاستنباط معاني لا علاقة لها بهذه النصوص، ويخيل إلى الجاهلين أن هذه النصوص تعني كذا. والأمثلة كثيرة على هذا القبيل، والإمام الشاطبي أطال في هذا في كتابه الموافقات. وهذا أشبه ما يكون بالمحامي الذي يمارس المحاماة من أجل المال، واليوم ثلاثة أرباع المحامين من هذا القبيل. صحيح أنه يضع القانون أمامه، لكن ماذا يصنع بالقانون؟ يتلاعب به كما يتلاعب جماعة الكرة كرة القدم بالكرة التي يتقاذفونها فيما بينهم، يغير نصوص القانون كما يشاء، لأنه قد أخذ موثقا من صاحب القضية أنه إذا انتصر فلسوف يعطيه من المال المبلغ الكذا وكذا إلى آخره. القانون يصبح عبارة عن يعني سيارة يستطيع أن يلوي مقودها ذات اليمين وذات الشمال كما يشاء، كما يشاء. أجل، دراسة الكون تضعك أمام قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده فتقربك إلى الله، لكن هذا إن صفى القصد. ودراسة الدين، الفقه، الكتاب، السنة، الحديث، العقيدة، تجعل منك ذاكرا في كل مجالس علمك. أجل مجالس الذكر مجلس علم، مجلس علم، لأنك عندما تدرس أحكام الله عز وجل أنت كأنك تخاطب الله وتقول له يا ربي ماذا تطلب مني؟ ما هي الواجبات التي كلفتني بها؟ ما هي العقائد التي ينبغي أن أعلمها؟ أنا الآن أدرس خطابك الذي أنزلته إلي. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث فضل مجلس علم على عبادة 60 سنة. نعم، هذه حقيقة. لكن إذا لم يكن القصد صافيا، إذا لم يكن الهدف التقرب إلى الله، فلا دراسة العلوم الكونية تقرب ولا دراسة العلوم الشرعية تقرب. دراسة العلوم الكونية تحجب كما ذكرت لكم الآن، ودراسة العلوم الشرعية مثل كثير من الذين يدرسون الشريعة اليوم، يدرسون الشريعة ولكن ليتلاعبوا بها، يدرسون الشريعة ولكن ليخونوا المشرع. نعم، ما معنى كلمة قراءة معاصرة؟ نعم، أجيبوني، كلمة قراءة معاصرة ماذا تعني؟ خيانة المشرع. ماذا تعني كلمة التوجه إلى الحداثة وإلى تجديد الدين؟ يعني التبرم من دين الله القديم والعمل على تطويره، لأننا مللنا من القديم واجتويناه ونحن نبحث الآن عن الجديد. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله العلم النافع من بسط على القلب شعاعه. نعم، من بسط على القلب شعاعه وما كشف به عن القلب قناعه، يعني الشبهات كلها تذهب، المراد بالقلب هنا العقل. نعم، هذه خلاصة ما يعنيه الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام الغزالي تلخيصا جامعا بكلمة بليغة جمع فيها كل هذا الكلام الذي قلته عندما قال زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. الحنظل نبات، نعم، له ثمر مر، مضرب المثل في المرارة. يقول زيادة العلم، العلم نافع، لكن عندما يكون المتعلم رجل سوء زيادته في رجل سوء كزيادة الماء ولكن في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن لم يقصد بالعلم الذي يتجه إليه إلا الوصول إلى معرفة ربه.
إلا التقرب إلى مولاه وخالقه. وعندئذ تكون المعارف كلها مقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وسلم عليه تسليما تاما إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك، وأن لا تخيب آمالنا، وأن لا تعود أكفنا من دعائك خائبة خالية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.